وصلنا إلى حالة للأسف الشديد أنه مؤسساتنا بدأت تفقد هيبتها. وأبدي لك راضي الراضي حاله للتحقيق، رحيم العقيلي حاله للتحقيق، الآن القاضي حيدر حنون يواجه قضايا يمكن سلم منها أستاذ علاء الساعدي وحسن الياسري ومظهر الجبوري، كان بديل هو أستاذ عزت من تروح اكو فترة انتقالية يبقى سنة ست شهور بعيدين عن الإعلام، ولذلك وأيضا سيقال للتحقيق الحالي أيه؟ لا الحالي لا واجه بس أيه؟ يواجه قضايا حقيقية يعني معروضة بالقضاء وبها ضغط سياسي، لكن تقول لي لا أقول لك شنو سبب هذا الضغط السياسي يا أخي، مو هو احتج بهواية ناس. هسا مسألة القضاء خلنا نبعدها عنه، نجي ليش الجانب السياسي، وذكرنا قبل الحلقة منه اللي ما يريد حنون مثلا بعض الأسماء احتج بهم، مثلا دز على بعض الزعامات يا بطونة ممتلكاتكم أنتم وزوجاتكم، هذا القانون هيئة نزهة واضح للمكلفين من حق أن يسائل كل نائب وكل وزير وكل مدير وكل محقق في النزهة وكل قاضي وكل كذا. بس مو كل زعيم. نعم بس مو كل زعيم، هو يمكن يحتاج له بكم زعيم وزعلوا عليه. لا مو احنا شوف زين، قل لي ليش ما يصوت على رئيس هيئة النزهة بالبرلمان؟ ليش يردونه ضعيف؟ تصويت على رئيس هيئة النزهة راح يفقد سيطرة رئيس الوزراء عليه، يطلع من سيطرة رئيس الوزراء. هسه سال حنون امره مو بيد البرلمان يعني ما مصوت عليه، بيد رئيس الوزراء. نعم. لكن اذا صوت البرلمان يسائل من البرلمان ورئيس الوزراء لن يكون قادرا على محاسبته. ما قلت لي نادم او لا رئيس الوزراء بتكليف السيد حيدر حنون؟ ما اعرف انا يفترض وجهه للسيد السوداني، لكن اقول لك يا بصراحه السوداني يواجه ايضا ازمه حقيقيه الان. اطراف الأذرع إن صح التعبير كل أدواته اللي يعتمد عليها بدأت هناك عمليات لتقويضها وتقويض تأثيرها. اليوم سمعنا عن حيدر السوداني أعتقد شخصية بالمخابرات، أكو هيش دعاية أنه استقدام، أكو كذا. نعم. شخصيات أخرى مو هينة. هذا أنا بتقديري لا يصب في مصلحة إدارة سمعة المؤسسات العراقية.